السلام الكويتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. هاي 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 لختي ندى. اختي ندى، ما هذا؟ غادي عند بابا. قولي السلام طاطواتك. سلام، كي دايرين؟ لاباس هانين الحمد لله. فرحانة؟ نعم. ها بزاف ولا شوية؟ نعم. اخي يلاه بعدا تنقضيو هذاك الغار، تقول عندك انت كنزيدك. حنايا انا هابطة البنات، نهز اميها في قرعتي ديال الماء ونمشي، ويا اختي نخرجو دابا. اختي نورا نكون خرجت من المدرسة ياك. اختي لالا ندى، نحليك يا لالا نويتك دير ماما اختي ندى. اختي ندى، مشينا يلا ركبي. فين غتركبي؟ وتنشوف فيك، شوف ما نشوفش، ما تأملكش. هذا البيرمي. يلا تصبح، هذه أول مرة غادي تسوق نادى بيا. هي عندها البيرمي، نشوفها فين غدينا أختي. قلت مع ما دارتها هكا، نشوفكم إن شاء الله فين غادي دينا. أول ركبة لنا دا غدينا الروضة. كاينة وحدة قبل معايا أنا عندك بيرمي؟ لا. واش بغيتي؟ يا بسم الله توكلنا على الله. تسليم ديال العرش، تسليم ديال العرش. لا تختي نديرو الصمت. مي التسبيح فين دايره؟ باش تعرف ما سبح حتى في الدار، وغادي التسبيح المحمدي داير تما. واش تونا مسي با نهزو باش تحل لي هادي تقطعي الصوت على وحده وحده. اكون ثاني وحده نقعد دوسيا. يلا يلا تشوف اختي، سير يلا سير توكلي على الله. بسم الله. اختي نتا، ندى البنات لما في راسكم شراك تعطيها عقوبة. يلا سلام الحاجة. الحاجة مسكينة جالسة صاحبتي، ما تدخل تما تجلس معاها عادية. هذا البنات كتعطيها عقوبة لأنها ما تصنطاش في الكلام ديالي ياك. وعطيتها واحد العقوبة حتى ولات تتزاوج وتطلب، ودازت المدة شحال وأنا معاقباها. هذا اليوم عندي دايرة السينيور دابا، ما نبقى الدورة معرفتش غير تنوصلو ولا حتى نوصلو للدورة. يلا تماركي ستوب ديالك، ديري بواموش. يلا عندك ردي الباجة من دراسة، زيدي شوية. يلا سير.
قالت لي ركبت في الكرام، قلت يلا راه خص ضروري. راه هادشي علاش عطيتها عقوبه ديك المره، حيت هزت لي الطوموبيل جوج المرات. مره كنت يعني عطيتها ليها باش قدامي طارت بها، مره اخرى خرجت لابوبيل تصدقت جيت مرجان تدور، قلت لها لا ما تهزيش لي الطوموبيل. قلت لك لا انا دوزت البيرمي وعندي البيرمي، واخا عندك البيرمي عندك البيرمي خاص تكوني معايا، نكون انا معاك نشوفك شنو كديري نعرفك شنو كديري، حيت السوقان ديال المدرسه راه ماشي هو ديال بقاتيك. ودابا غشديتي البيرمي لا تنسي البراش إذا كانت شي الله يستر شي حالة طارئة ولا شنو عادة تسوقي، أما أنا كاينة الله يعطيني صحيحتي أنا. قلت لها سيري بنتي تا تقراي وتخدمي وديري طوموبيلتك عادة منك ليها، باش ندسرها باش ما تزعلش باش ما تبقاش تدور دورة تهز ليا الطوموبيل. دابا غير حيت تطلب وترغب عافاك ماما، وأنا قربت نمشي ونمشي عند بابا، بغي نشوفه بغيت هادي بغيت نزيد، وأنا نقول لها واخا نكون معاك أنايا وعادة نعطيك تسوقي تمشي عند بابا تجيبي اختك وتجي تجلسي للارض وتسقي. قالت لها خاطره، وفي نفس الوقت انا يا معاها نراقبها وشاد دابا اللي يكون تشوف نورين. دابا 12 شنو باقي مازال؟ قال لك 12 ونص دابا راه 12 قسمين وقيله 17 صافي نتسناو 10 دقائق تسناي؟ نتسناو واش غنديرو؟ عندنا شي حاجة أخرى ما عندك؟ قلت لي غنديها، قال لي عشان 12 ونص، قلت لي ما نقدرش ديرها، قال لي تكون عند 10، قلت له صافي خليها عندك. والله حتى 12 ونص. إيوا يا أختي هيا لالا نورها مشي جات أختها. لالا نورهان. لالا نورهان صافا بخير لاباس؟ كي دوزتي الحصص ديالك اليوم؟ سيري غتمشيني شي هاد المره احنا اختي وصلنا للروضه بامان. فين غادي انا نورهان؟ تعيها هادي الروضه انا اللي فينا مصويرتي بعدا هزيتهم درت واحد ديال الدار عادي اصلا. يلا بسم الله توكلنا على الله. يلا كل اعطيني ثاني الفولار ديالي بالحال هزيت انت. لا اعطيني الاخر يلا وهزي هذيك البيجاما قلنا عطا لديك السيدة اللي تقابل تما بسبيل الله فهاد العلاقة وشديها في يدك وهزو البيدو ديال الماما من تما. يلا هنا الروضة نورهان اختي نورهان قلت لك حنا نقراو على بابا القرآن. هاهي السيدة السيدة تلاقينا فيها مسكينة ما تدعات معايا يلا تلبسي صحه جديده يا ربي فمك الباب ربي. هي مسكينه راه ما كانتش كانت مسافره يعني كانت مودة وما سقات شجره وكرمات. قالت لي دابا ما تهزيش الهم انا غادي نجيب لك شجره اخرى. قلت لها ماشي مشكل الدنيا هانيه تاتي تمشي شجره وتجي شجره ماشي مشكل الدنيا هانيه. عندنا اسمع صافية حيت قعدت الشجيرات هادو كرموني ترا كانت الحارق اش غنقول لكم راه ليله يلاه مسكينه. قالت لي كاع ما تبيني راه كرمت. قلت لها ماشي مشكل اوفي. يلا اختي هضروا مع باباكم وقراو عليه القران ونادى بتوري لي البيرمي. سيسو بتوري البابا البيرمي اقول لي شوفي نورهان نورهان قولي ليهم بلا ما يجيو سير سير قولي لهم بلا ما يجيو قولي لهم حنايا بنا نقراو على بابانا راسنا سير واه لا واه ها هو يا اختي ها هو عبد الرحيم بيرمي ها هو بابا ها هو خويا البيرمي. انت اش غتوري انت غتوري لي قرايتك
قلت لها وري لي تريكو جديد، وري لي قرايتك، غطي شعرك من اللورا بنتي، اما مغطيش مزيان. يلا عبد الرحيم الله يرحمك الله يوسع عليك ثقات القبور، ها هما خويا بنياتك، ها هما الامانه. هاي الحمد لله نادى دوزات بيرمي ونجحات. هزه هاي صباح عبد الرحيم ديما ولا هز هذا تسيب ديما طلع شويه قالت لك ما كانت سمعت لا ماشي مشكل صافي غتبدل لا ماشي مشكل غتبدل لا غتجيب لك زيتونه ولا صافي واخا شكرا الله يرحمك الوالدين جايبين معنا حنا البيضو ماشي مشكل حنا راه ما جيناش شحال هذه مده الله يرحم لك الوالدين شكرا شكرا الله يرحم الوالدين يوا اختي هزت صورت باباك صورت ماما يا صورت ماما شتعاودي لي عبد الرحيم راه بنتك دخلات لواحد المدرسه زوينه غادي يقولوا تبارك الله ما شاء الله هذه راه بنت عبد الرحيم ان شاء الله ان شاء الله وهذه شنايا وهذه لاله نورهان طلعت تبارك الله الاعداديه السابعه واو ولات السابعه وهذا هو المختار تبارك الله راه كبر وغيولي تا هو همه وشان انا لاله نورهان حتى هي تبارك الله راه كبرات وغادي تولي تسير كلي بالبيكالا قلقيلة راه زعما الراس تما فين تيكون ونادى انا متأكدة كون كنتي تاع عبد الرحيم كنتي غادي تعطيها اليوم تسوق غادي تبقى هي ديك القهوة ياك واه غادي تكون فخور بها تانتايا الحمد لله هي الامانه ديالك انا غاديه معاهم تندبب معاهم بشويه بشويه يلا قراو على باباكم بنتي القران باش نمشيو حين ترى الشمس بزاف كويدات اختي هنايا جينا للدار باش نخرج في الشمس باش نخرج في الشمس ترجع دايخه وسخفانه المطر هي امتى يوليو الاجواء ديال الشتاء ديال البرد باش على الاقل انا ما نسخفش المهم يا اختي واحد التجربه كانت زوينه بزاف نادى ما نعاودش لكم طايره 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 بالفرحه فاش جلسنا تما في الروضه انا ما عجبتني الشمس قلت لهم سربي وقراو على باباكم القران ويلا مشيو باش بدات ليه البيرمي تتوري لي فيه شوف بابا انا ماما دوزات لي البيرمي وراني جيت سايقه لعندك اول مره وبابا راني دخلت لواحد المدرسه زوينه وغادي يولي يقولوا تبارك الله بنت عبد الرحيم شنو ولات تبارك الله وحق الله العلي العظيم البنات واحد الوقيته بدات تبكي 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 انا ما صورتش داكشي كامل تبكي 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 قالت ليه بابا راه ماما راه سبقت مره ونص قد المسؤوليه وماما راه غاديه معانا وتتحقق لنا الاحلام ديالنا بابا المهم بزاف ديال الحوايج اللي بقات كتعاود لباباها نوران قالت لي وانا لابسه حوايج جدادين وانا راني بقيت في المدرسه ديالي واخا المصاريف على ماما وداكشي ماما خافت عليا المهم بقاو بناتي كيتعاودوا مع باباهم شويه واحد الوقيته دورها هي تهز واحد الحجرات داك اللي تيكون داك الكاياس قلت لك بغيت نخزنهم الذكرى ديال بابا قلت لها صقع والله يتي وقف على امك بالليل خلاتها ايوا صافي قالت لي السيده مسكينه انا غادي نهار الاربعاء غادي نجيب لك شجره جديده قلت لها ماشي مشكل تاتي الدنيا هاديه مشات شجره تجي شجره الحمد لله على كل حال ايوا صافي وجينا البنات
ما تصوروا شحال الفرحه ديال بناتي نورهان فاش كتركب معنا ندى كتكون الى ساكت ندى حيت انا قلت لكم راه درت عقوبه لندى كنت عطيتها الطوموبيل ومشات بها مشات خرجت نورهان داك الشيء وحلفت عليها ها هي الكبيده الزوينه فيني دا كي جات التجربه ديال اول مره تسوقي لعند مارك مزيانه كنتي فرحانه بزاف اشنو قالوا لك الناس اللي باقين ما زعموش درتيهم موتيفيتيهم زعموا وما حطيت البنات حتى كيما تزعموش الطريق عامه تكون الطريق خاويه كون كان دابا عبد الرحيم يعطيك حتى هو الطوموبيل ويكون فرحان بيك واحد بابا عزيز عليا الطوموبيل شحال وتديه للقهوه وتبقى يبعاه هادي راه بنتي هاهي اللي جاب ترى كانت تقولها ليا تقول لي تبقى يديني والله لا حيت عبد الرحيم تيفتخر بيا انا مرتو وكنت كندوز البيرمو وكندوز مع الدراري وداك الشيء في الطوموبيل معنا كنت كنتعلم مع الرجاله ما كنتش كنتعلم مع العيالات النهار داني عند المونيتور قال لي نعرف فراسك انت ما تعلمش مع العيالات تعلم مع الرجاله باش تكون كتعرف تسوق وفاش كنكون الطوموبيل عامره بالدراري وداك الشيء كنكون معاهم و الا دزتو ما كلاكسونيتش عليه ولا ماشي يرتش ليه كان في القهوه تيبقى فيه الحال تيقول لي دابا ما رضيتيش بيا تقول لي لا ماشي كنت يكون معك صحاب تقول لي لا انا كنفتخر بك تعجبني الحال نقول لهم راه مراتي كدوز في البيرمي وغتبقى تسوق بيا وكان فعلا الناس كانت تقول لي كان مسكين تقول لي يتفكر القاعي غنشري لك طوموبيل تقول لي غادي تبقاي انت اللي غتسوقي بيا انت اللي غادي تولي ديري القهوه انت اللي غادي تولي تجيبيني الا بغيت نمشي هكا كنا كنحتاجو نمشيو لمراكش وكازا على حساب هويا السكر وداك الشيء فاش كان تقطع عليه الصبع وما كنلقاوش شكون اللي يدينا فاش غنقول لكم البنات الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد كنت حطيت الريلز ديال نادا كتسوق في انستغرام عرفتوا كميه ديال التفاعل اللي كان تبارك الله ما شاء الله وفي تيك توك تقولوا لي تبارك الله ما شاء الله عليك صباح وصلتيهم نويده كانت غير صغيره وش دابا تبارك الله كبرت وشحال من وحده عجبها الحال لانها كانت شاده البيرمي وخايفه وغنلقاها حتى منكم نتومايا شحال من وحده دابا اللي شاده البيرمي وغير حاطه خايفه لا مره واخا ما تكونش عندكم الطوموبيل لا شي حاجه تجمعي 150 درهم ولا تكريا واحد الساعه ماشي تكريا من لوطو يكول تزيدي واحد الساعه باش تشدي يدك حيت هو الا بقيتي حاطه البيرمي راه غادي تنساي على السوقه نهائيا فاش غادي تجي تبغي غادي توحلي ما غاديش تعرفي فمره اللي خدامه داك الشيء تولي هذيك 150 درهم ولات يعني واحد الساعه مع المونيتور تزيديها باش تتعلمي وتعرفي واللي عندها الطوموبيل تولي تسوق غير هوايا عودوا سيروا في البلايص اللي خاويين بحال مثلا حدا الفيلات حدا شي بلاصه اللي خاويه هكا تبقاو تسوقوا فيها تتعلموا مزيان عادة توليو تدخلوا وسط المدينة ما تلحقوش وتزعموا عليها نهائيا عندك وسط المدينة وعندك لوطوغوت وداكشي وياكم تزعموا عليهم يعني من الاول بشويه 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 وما تخافوش الا سكتت لكم الطوموبيل سورتو انا عندي هذه ديال ليسانس كتسكت لنا هذا حتى انا في البدايه ديالي كنت تسكت ليا حيت ملي كتهزي رجلك كتخفيها كتسكت ليك ديال ليسانس راه فرق كبير ما بين ليسانس وما بين المازوت وما بين المانيول وما بين الاوتوماتيك انا عندي عادي عندي غير المانيول وعندي ايسانس راه خفيفه كطير ناوال اختي الا بغات تسوق طوموبيلتي يعني تجيها شويه خفيفه على ديالها نادا مع طوموبيلتي انا خفيفه وديال لوطويكول مازوت تجيها ديالي خفيفه وديال سميتو ثقيله المهم راه كيكون فرق ما بين الطوموبيلات راه انا براسي دابا بغي نسوق اوتوماتيك ولا يعني خصني نتعلم في الاول كتجيك ثقيله في الاول المازوت راه ماشي هو ليسانس انا ولفت طوموبيلتي خفيفه وليسانس راه صعب من المازوت لان ديك الخفه خصك تكوني عايقه وفايقه تتحكمي ماشي بحال هذيك اللي ثقيله وشويه وسميتو هذيك تتكون ثقله ليسانس
وردوا بالكم منا البنات الا بغيتوا تسوقوا طوموبيلات ايسانس هي زوينه ما كتكونش فيها لون بان بزاف ما كتحتاج انك تبقاي تسخنيها بزاف وقيته ديال البرد شحال من حاجه ولكن الكونسوماسيون كتكون شويه طالعه ليسانس راه طالع غالي على المازوت ثاني حاجه انها كتكون خفيفه والله يسر لكم كاملين والامهات ديروا لنا التجارب ديالكم حتى نتوما مع وليداتكم واش كتزعموا تعطيهم يسوقوا ولا لا انا ندى مره عطيتها عقوبه مره نخفف ليها وغادي هكاك باش ما تزعمش بزاف كنعطيها الطوموبيل تهبطها ليا سميتو بغينا نخرج لابوبيل ولا شي حاجه نولي نعطيها مره مره ولكن ما نزعمهاش ماشي ديك الدرجه انها تولي تهز الكونتاكت وتمشي عند صحابها ولا تمشي تخرج الدور ولا تقدا ليا ولا شي حاجه بشويه بشويه تمشي تقرا قرايتها وتمشي تخدم ونهار تبغي طوموبيلتها الله يسهل عليها تشريها وديرها هذه مره مره نعطيها عليها اما باش نولي وانا وياها نتسابقوا حيت بغات ديرها ليا في المره الاولى بتصارع عليا وانا نجمع عليها طويت حلفت عليها عرفت شحال هي طلب وتزعم وقت بنعطيها الطوموبيل باش ما تزعمش عليا باش ماشي فين ما تجي تقلع عليا الكونتاكت ولا تمشي دا وتخليني انا نبقى نتسنى فيها ولا الله يستر يقيسها شي واحد ولا شي حاجه ف شويه 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 ربي شويه العبدو ما نحرمهاش نهائيا لانني درت ليها سميتو درت ليها البيرمي ما نحرمهاش وفي نفس الوقت ما نبصرهاش عليا يعني خص نشد العصا من الوسط شويه هكا وشويه هكا تتقولوا لي البنات كي جاكم الفيديو وتخليوا لي الراي ديالكم وتخليوا لي التعليقات ديالكم وبالنسبه للامهات اللي حتى هما كي زعما يعطيو لوليداتهم شاركونا التجربه ديالكم واول مره فاش عطيتوهم فين داوكم انا اول مره غادي تسوق بيا انا دات الروضه ظهري ولكن مزيان مشات تزور بابا الله يرحمه ويسع عليه دقه القبور يلا كويدات ديالي تهلاو ليا فراسكم السلام عليكم باي باي.